أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملفات. ملفنا اليوم شائك ومعقد، مثل ما معروف التطور بمواكبة، وهاي المواكبة يجب دراستها من جميع النواحي سواء كانت إيجابية أو سلبية حتى الشخص ما يقع بالأخطاء. ملفنا اليوم ضحايا كثيرين، للأسف هؤلاء الضحايا اتخذوا من السكوت مجرى لهم أو اتخذوا السكوت حتى ما يقعون بالفضيحة، لأن مجتمعنا مجتمع شرقي. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو الابتزاز الإلكتروني، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير ونرجع من بعده. سؤال: شنو الجريمة اللي سلاح الخوف من الفضيحة؟ راح نحصل على الجواب بس بشقين. الأول إنه هذا النوع من الجرائم بعصر متطور، والشق الثاني اسم الجريمة الابتزاز الإلكتروني. هاي الظاهرة اللي صار مثل الدارة بين فترة وفترة تتسع وتكبر لأسباب عديدة، من خوف الضحية من الفضيحة، لأن الفضيحة بمجتمعنا راح تبقى وصمة طول العمر، خصوصا إذا كانت الضحية من النساء. والسبب الآخر دور الجهات التنفيذية بمعالجة هذه القضية، خجول لا يلبي الحاجة، لأن اللي تعرضوا للابتزاز مو قليلين. والجزء المهم هو ماكو قانون خاص للجرائم الإلكترونية، بس القضاء العراقي لقى له منفذ من خلال قرار محكمة الاستئناف وصفتها التمييزية، اللي اعتبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة إعلام، والجرائم اللي تحدث بيها ظرف مشدد. هذا القرار حل جزء من المشكلة إذا أحد قرر يشتكي أصلاً، لأن مثل ما قلنا بداية التقرير، الابتزاز جريمة سلاح الخوف من الفضيحة. الجرائم الإلكترونية باتت تنافس الجرائم العادية على أرض الواقع، وذلك بسبب سوء استخدام المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي شبكة عنكبوتية بشكل عام. خصوصا ضحايا هذه المواقع هن الفتيات الصغار اللواتي يقعن لكذبة العاطفة الخادعة، وذلك بسبب سوء استخدامهن مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب عدم متابعة الأهل لهؤلاء الفتيات. كنا نسمع قبل أنه أكو الابتزاز الوظيفي، الابتزاز الوظيفي اللي هو السائد، لكن الآن بالفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. كنا نسمع أنه أكو ابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص محترفين بهذا الموضوع، وهؤلاء المبتزين ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون علاقة مع فتاة ويستدرجها وياخذ صورها ويبتز هذه الفتاة بصورها حتى يقدر يسحب من عندها اللي هو يريده الأموال أو أمور أخرى. وخصوصا احنا في مجتمع شرقي، الفتاة تخاف انه تطلع صورها برا حتى وان كانت هذه الصور عادية، ليش راح تسبب لها الفضيحة؟ وبالتالي اكيد راح تأثر على حياتها، ليش؟ لان احنا مثل ما ذكرت ونوهت انه احنا مجتمع شرقي محافظ. والطرف الاخر من المبتزين او النوع الاخر من المبتزين اللي يقومون باختراق حسابات الناس في اي ثغرة موجودة في حساب هذا الشخص، وعن طريق هذه الثغرة ممكن أنه يخترق الحساب ويسحب المعلومات اللي ممكن أنه يخليه يبتز هذا الشخص حتى يقدر يسحب من عنده الأموال أو الأشياء اللي يريدها.